صباح الخير أعزائي المشاهدين. اليوم رح نحكي عن موضوع تعقيل النباتات. تعقيل النباتات هي يعني إكثار النباتات عن طريق العقل. هلأ هي طريقة من طرق الإكثار، لأنه في عنا أكثر من طريقة. زي ما بتعرفوا في عنا الإكثار بالبذور، يعني أنا بشتري البذور بشتلها وبتطلع، وفي عنا الإكثار بالعقل اللي اليوم رح نحكي عنها، وفي عنا الإكثار بالتفسيخ أو الديفيجن اللي هي فسخ النبتة، نخلعها من جذورها وبنفسخها. وفي بعض النباتات بتزبط بهاي الطريقة، أو بالأحرى هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تزبط فيها. هلأ أول شيء بدي أحكي وكمان بخص موضوع الإكثار بالبذور، إنه العقل والبذور بحاجة لدفع في بداية الإكثار. يعني لما بزرع البذور يفضل أولها أنه يكون في، أو هو صراحة شرط رئيسي مش يفضل، أنه يكون في دفع عشان تطلع. يعني إذا بدي أخليها بالبرد برا ما حاخد نتيجة سريعة وما حاخد نتيجة ممكن بالمرة. العقل نفس الشيء، إذا عندي مثلا برندة مأززة، يعني المهم أنه يكون في ضوء مش قوي، يعني فضاء، وأنه يكون في عندي دفع بالبيت. هلأ الإكثار للنباتات، النباتات أنواع، أنواع مش عم بحكي عن أسماء، عم بحكي عن قديش صلبة. هلأ في عنا عقل صلبة إذا بدكم زي الورد الجوري مثال عليها، عنا عقل وسط كتير أنواع، هلأ معظم نباتاتنا من العقل الوسط، وفي عنا العقل الطرية. هلأ معنا إحنا الثلاث أنواع أمثلة عليهم، لكن هي الفكرة بشكل عام عشان توصل الفكرة لإلكم أسهل، إنه أخذ العقل تكون تقريباً زي قلم رصاص من طول ومن عرض أو ثيكنس، تكون نفس الحجم. فبهاي الطريقة ممكن توصل لكم الفكرة قديش لتكون العقلة. هلأ العقلة 10-12 سنتي ما في مشكلة. هلأ معي أنا زي ما قلت لكم ثلاث أنواع، في عنا الورد الجوري، شوفوا كيف العقلة تبعته، وفي عنا النوع الثاني الدورنتا اللي هلأ رح أورجيكم كيف تعقلها، اللي هي وسط، هي العقل الوسط، والجوري العقل الصلبة، وآخر شيء في عندي الكونفولفولس. لاحظوا قديش الكونفولفولس طري، هاي العقل الطرية. هلأ لكل نوع من هدول في هرمون تجذير بالسوق، هرمون التجذير بنستعمله عشان نسرع من موضوع اللي هي إنه تطلع الجذور لعقلتي. هلأ بعرف إنه البعض بحط بمي، أوكي ممكن تحطه بالمي، خلينا نقول 3-4 أيام. في ناس بحط بالمي بجذر مثلا تنساها الست بالمي فبتعمل جذور وبعدين تنقلها، ما في مشكلة، بس بدنا نكون شوي حذرين إنه ما تعفن العقلة من تحت. هلأ كيف بدنا نعمل العقل؟ هذا فرع قصيناه من النبتة، طبعا هاي دورنتا، دورنتا هي نبتة من النباتات الجميلة، ورقتها حلوة وبزهرتها لطيفة. هلأ الدورنتا تعتبر من العقل الميديوم الوسط، مش قاسية ومش رقيقة أو طرية. كيف بدي أعقل؟ هلأ أول شيء وأهم نقطة إني أعرف اتجاه العقلة، يعني لما أنا قصيت وين قصيت وين الراس. ما بصير أعقل هيك، يعني ما بصير إذا أنا مش ما عندي خبرة أجيب هاي مثلا حدا يقص لي إياها وأجي أنا مثلا مش عارفة، معلش ما هو إحنا عم نتعلم ومش كلنا منعقل ومش كلنا منعرف. فأنا إذا عقلت بالعكس معناته ما حيطلع جذر، لأني أنا خليت الجزء السفلي من العقلة فوق، فبالتالي ما حيعطيني جذر. هلأ معنى هاي العقلة، أوكي هاي العقلة، كل عقلة أو كل نبتة فيها عقد، عقد صغيرة منها بتطلع الورقة. هلأ خلينا نقول أمور تشجع وتسرع من موضوع التجذير، إني أقص تحت العقدة تماما مثل هيك. ليه؟ لأنه هاي العقدة كل التشو فيها أو كل الأنسجة بتكون نشيطة، فبالتالي أنا لما قصيت تحتيها مباشرة بيكون عملية التجذير أسرع. هلأ باجي قديش طولها؟ خلينا نقول 10 سنتي 12 سنتي قديش بدي؟ بقص زي ما أنتم شايفين، شوفوا هلأ شو طول العقلة هيك. هلأ هاي عقلة ما إلها جذر، باجي بشيل الورق، هذا الورق رح يتعبها، يعني أوكي ممكن أخلي عليها ورقة هاي مثلاً،
ممكن أخليها، ممكن أشيلها. هلأ إذا بدكم هاي كلها، هذا كله رح يتعبها، لأنه هي ما عندها جدر، ما في أساس عم يعني ما في إشي يدعمها، فبالتالي كل ما خففت عنها تقل الورق كل ما بكون أحسن. ولاحظوا مرات لما البعض بعقل وما بيكون عارف هاي النقطة شو اللي بصير، الورق اللي على العقلة كله بنشف أو بدبل أو بخرب لأنه ما في جذر، فبالتالي هو ما حيعيش، زي كأنها مثلا ورقة بدون جذر على الأرض. فبالتالي أنا بخفف الورق عشان أخفف حمل العقلة. قصيناها، هذا طولها المناسب. هلأ بعرف أنه ممكن تكون أكبر شوي، أصغر شوي ممكن ما تنجح، ديروا بالكم. يعني إذا كبيرة كتير ممكن ما تنجح، إذا عريضة قصدي، وإذا رفيعة كتير كتير ممكن برضه ما يكون نسبة النجاح عالية. وكله بنرجع وبنقول إحنا عم نتعامل مع إشي حيوي خاضع للتجربة. يعني سبحان الله، هو مش بس خاضع للتجربة، هو إشي حيوي. هلأ مرات بنكون إحنا نفسنا عاملين نفس التعقيل، بتقول لا والله أنا زبط معي مثلا العقل الكبيرة، أنا بقول لك لا زبط عندي العقل الصغيرة. فهو بالمحصلة إحنا عم نتعامل مع كائن حي، فخاضع لأنه يكون في نجاح أو يكون في طفرات أو يكون في exceptional cases، شغلات صارت وزبطت. هلأ العقل عندي جاهزة، اللي بدي يصير كالتالي. هلأ حبيت أحطها بمي، لاحظوا هاي الإناء معي، إحنا عملنا أزاز مشان تشوفوا. بقدر أحطهم بهاي الطريقة، لو خليتهم يوم أو يومين بالمي ما في مشكلة قبل ما أزرعهم. بهاي الطريقة بصفتهم بالإناء على أساس يكونوا جاهزين للتجدير. هلأ ممكن بنفس الوقت، وإحنا هذا اللي بنسويه، أحطهم بالمي وأحطهم بعدين بهرمون التجدير اللي أنا حكيت لكم عنه، اللي هو بشكل باودر بيضة بهاي الطريقة. لاحظوا بغطس أول 2 سنتي بالهرمون بالطريقة هاي، على أساس إنه هذا الهرمون بيشجع الأنسجة اللي تحت تعمل جذر أسرع. إحنا ما بدنا نقول إذا ما حطينا هرمون ما حيزبط، لا، إحنا اللي بدنا نوصله إنه هذا الهرمون رح يسرع من عملية التجدير. هلأ رح يكون في، أنا مجهزة زي هيك بوكس العادية تبعت الخضرة ببساطة، فيها البيتموس. صراحة ما بنصح إنه نزرع بالترابة، لأنه تربتنا دايما بقولكم هي لما تاخد المي أو حتى هي بدون مي هي شوي قاسية على مش على الجذور، حتى على العقل نفسها. فعشان هيك احنا بنزرع في البيتموس، لانه شوفوا قديش خفيف. هلا باجي بغز العقله بهذا البيتموس بهالطريقه، بحط عقلي كلها جنب بعض بصفتها. هلا اذا انا عم بشتغل على نطاق تجاري اكيد حيكون مثلا هذا البوكس مليان من نفس الايتم او من نفس النبته اسفه. هلا اذا انا عم بشتغل في بيتي ممكن احط هون شويه دورنتا، هون احط شويه، خليني اسوي لكم. هلأ شوفوا هاي وردة جوري، ممكن مثلا ناخد العقلة. هلأ احنا في نقطة هون بحب احكيها، انه احنا مرات بنقص العقلة، او يفضل خاصة العقل اللي بتكون شوي عريضة بطريقة مائلة. اوكي، هلأ هذا الورد الجوري كالتالي، وهي الهرمون، وهيني حطيتها بهاي الطريقة. هلأ اللي بعدين رح يصير انه انا لازم أحافظ، وهاي الأسئلة أنتوا بتسألوني إياها كتير، قديش لازم أسقي؟ إحنا ما بنسقي، لأنه إحنا إذا بدنا نغرق هاي مي، يعني أنتوا عم تعطوا عقلة بدون جذر أجواء كأنها نبتة جاهزة، وهذا الحكي غلط. أنا بدي أتعامل معها كأنها حاضنة، كأنها بيبي. فبالتالي هذا اللي إحنا شايفينه بنحطه بموقع مناسب، بإضاءة مناسبة، بدفى، بده يكون في عندي رشاشة صغيرة، بدي أرشهم، وخاصة البيتموس رشة بسيطة إنها تكون رطبة. لكن ما بنفع إني أضل أحط مية وأسقي، حيعفنوا. مشان هيك أنا بلاحظ إنه المعظم عم بيصير في عنده عفن بالجزء السفلي اللي بيكون مغروس بالبيتموس. علشان هيك برجع وبأكد لكم، رشاشة بسيطة بنرشها، بنضل نرش كل يوم، نفقد البيتموس وبنحاول نرش يومي، أكيد يومي. هلأ قديش بده؟ ممكن أجي بعد الظهر ألاقيه نشف،
برجع برشه رشة بسيطة. الدفى ورشة المي بدنا نكون حذرين فيهم. طريقة كيف أخذ العقلة، هرمون التجذير سعره كتير بسيط مش غالي، كتير رح يساعدني أنه أسرع موضوع التجذير. ما تتخيلوا قديش الموضوع سهل، قديش أنا بشجعكم عليه، لأنه ببساطة حلو أنه يكون في عندي، طبعاً للمهتمين وللهواة لهذا الموضوع، أنه يكون في عندي إكثار لنبتة أنا حاببتها بالجنينة وحابة أنه يكون عندي منها عدد أو كمية. بعد هيك هلأ هذا الحكي ممكن ياخد من أسبوعين ثلاثة لشهر، وبعدين من نعمل عملية التدوير بصير بدي هلأ خلص وصلنا لمرحلة أنه الجذور جهزت، بس أصير بسحب لفوق العقلة. متى ما صار في مقاومة من العقلة من تحت معناته في عندي جذر، وبنقلها على القوار اللي هي حتعيش فيه عشان أنقلها على الحديقة بالوقت اللي أنا بدي إياه. موضوع سهل كتير، رح تحبوا الشغلة خاصة إذا زبطت، وإن شاء الله رح تزبط. بشجعكم عليه كتير، ودايما بحب إنكم تجربوا، لأنه صراحة الزراعة هي بحر، وكل ما جربنا كل ما بصير في عنا خبرة أكتر. بتمنى أني أكون وصلت فكرة بسيطة وواضحة عن موضوع التعقيل. بتمنى لكم يوم سعيد، ودايما برحب باستفساراتكم على صفحتي إنجينير أمل القيمري، المهندسة أمل القيمري، ونهاركم سعيد.